المأكولات والمشروبات يا أستاذ، طلباتك. آه أنت دقيقة قوي بقى. آه أنت الأنسة أمعاء الدقيقة. مدام معدة موجودة؟ وحضرتك تبقى مين بالظبط؟ النقيب أيمن. اللي هو إزاي يعني؟ مش هقدر أشرح أكتر من كده لأني شغال في جهاز حساس. الله يكسفك. لا لا أنت مخك راح لبعيد ليه؟ أنا شغال في الجهاز العصبي، ما هو حساس برضه. العصبي؟ أسره مدام معدة هناك في مكتبها، أنت تاخد المستقيم ده طوالي، تفضل ماشي فيه لغاية ما تلاقي فتحة، أوعاك تدخل فيها الانتروك بره، هتمشي على طول. أنا عارف طريقي. إحنا لينا شرايين في كل حتة. طيب. عصبي قوي الواد ده. أهلاً وسهلاً يا فندم، شرفت الجهاز العصبي. طب مش حضرتك كنت تقول إنك هتشرفنا النهارده؟ كنا فرشنا الأرض فيتامين. مفيش داعي للتكاليف. اسمعي يا مدام معدة، أنا جايلك في موضوع مهم جدا، مش عايزك ترتبكي ومش عايزك تتلبكي. خير يا سيادة النقيب؟ أنت كده كركبتني. أنت عارفة إن إحنا لينا عيون، اللي هي فوق دي تحت الحواجب في الدماغ. أيوه طبعًا. وجات لنا معلومات مؤكدة إن في كمية محشي مهولة دخلت الجسم دلوقتي وعن طريق الفم. مش ممكن، مش معقولة. مش محشي عادي، ده محشي بلية يا مدام. يا نهار مش فايت، بلية حضرتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الراجل ده بيعمل فينا كده ليه؟ حضرتك احنا لسه مش عارفين نودي الكبده الاسكندراني والسجق بتوع الصبح فين. انا موزعه دهون على الكبد وعلى الكلى وفي كل حته، خلاص انا ما بقاش عندي مخازن. انا عارف ان الوضع بقى صعب، الجسم كله ما بقاش زي الاول. انا لسه جاي كان في شريان مسدود على الدائري وبيحاولوا يسلكوه. دي عيشه بقت تقرف. انا كنت قاعد مع اللسان من كام يوم بيقول لي ما فيش حاجه بقى ليها طعم. لا 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 لا، انا كده جبت اخري، انا لازم اسيب المكان ده وامشي، مش قادره استحمل اكتر من كده. اعملوا بقى اللي تعملوه، تقلوني اقدم استقالتي مش فارقه. اقول لحضرتك انا هعمل ارتجاع. لا 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 لا، ارتجاع ايه يا مدام معده؟ معلش احنا في جسم واحد، ولو حصل تدخل جراحي هنتشرح كلنا، وانت بالذات يا معده ممكن تتدبسي، ولو حطولك بالونه معلش انا اسف هتتنفخي، انت مش ناقصه حموضه. وخلينا بقى صراحه، اللي على راسه قرحه يحسس عليها. وسيادتك عرفت منين ان انا مقروح؟ احنا لينا خلايا نايمه في كل حته. انا بس حضرتك كنت بحاول اهضم الموقف. طبعا احنا لو كلمنا المخ دلوقتي هنلاقيه جرس ومحدش بيرد. اللي بياكل محشي بالليه دلوقتي اكيد مخه مش فيه. ايوه يا فندم. ايوه حضرتك. ايه؟ حاضر حاضر يا فندم، حاضر. في ايه يا سياده النقيب؟ المحشي عبر القناه الهضميه وممكن يوصل في اي لحظه. يا خبر، مش معقول مش معقول. انا اسف يا مدام معده، انا مضطر اطبق القانون. هتعمل ايه سيادتك؟ احنا لينا امان عندكم، هو عصبي برضه. لا مش ممكن، الا السلطان قوله، من فضلك ابوس ايدك بلاش. انت عارفه يا مدام معده ان انا ما كنتش احب اعمل كده، لكن الجسم لازم يتالم عشان يبطل يعمل فينا الحركات دي. لا لا ارجوك بلاش، ارجوك عشان خاطري، عشان خاطري. شوكي. ايوه يا شوكي، معايا النخاع الشوكي. ادي تعليمات للجهاز العصبي كله ان احنا هنحرر السلطان قولون. اي لا يا اخي، ربنا ما يجيب انتينال، احنا هنشوف شغلنا، مش عايزين تدخل من بره. المحشي ده مش هتهضم النهارده، على جثتي، قصدي على جثته. الحين يا حط في ايه؟ بطني بتتفرتك. انا قلت لك ما تاكلش كتير، عملت لي فيها السبع رجاله. يلا قوم خش الحمام. حمام ايه؟ اطلبي لي الاسعاف. انا بولد، انا بولد والله.